السلام عليكم ورحمة الله. الفطار وجبة مهمة جدا، الفطار بيقوي الذاكرة وبيحافظ على الرشاقة، وجبة رئيسية من الدرجة الأولى، والأطفال اللي بيتناولوا الفطار بيكونوا أكتر تركيز في المدرسة، وبيزيد الفطار من قدراتهم الذهنية وبيقوي الذاكرة وبينميها وبيساعد على أداء أفضل. وحاجة سيئة جدا إن احنا نهمل وجبة الفطار سواء لينا ولأولادنا. النهاردة أنا عاملة فايل مجمع في مجموعة من الأكلات السهلة والجديدة عشان نغير في الفطار بتاعنا ميبقاش تقليدي وأطفالنا يرضوا ياكلوا الصبح. تعالوا نشوف مجموعة من الأكلات، أفكار لفطار جميل جدا، ياريت تجربيه وما تكسليش. لو في حاجة جديدة عليكي هيبقى طعمها جميل جدا مجربة، وكل اللي دقها عجبته جدا. تعالوا نشوف مع بعض. وجبة جميلة جدا مليانة فيتامينات وبروتينات، هناكلها سخنة ازاي؟ بعد صلاة التراويح لما نرجع هنجهزها في التلاجة وهنحطها، وقبل ما نيجي نتسحر بربع ساعة بس هنشغل الفرن وهنحطها ونطلعها ناكلها سخنة. كل اللي هنجهزه من بالليل هنجهز 3 بيضات ونص كوباية من الشوفان وأي طماطم وفلفل ألوان، زيتون، جبنة مثلثات أو جبنة بيضة، أي حاجة عندك. وهجيب هنا مج، نصيب طبعا كل فرد مج أو أي حاجة كده بتخش الفرن، ده عندي هنا بيخش الفرن يا دوب بس كده هدهنه بالزيت. واجيب ال3 بيضات، يعني ال3 بيضات مناسب جدا على مجين، وشوية طماطم وفلفل الوان. طبعا دي كلها عناصر مفيدة جدا لينا اللي احنا ندخلها جسمنا وقت السحور، وحتة جبنة كده، ومش هنحط عليها غير ملح وفلفل بس عشان التوبنج بتاعنا حاجة لذيذة جدا ومفيدة جدا جدا جدا، وتعمل طعم مختلف في الوصفة دي. التوبنج بتاعنا هنا هحط سمسم، ودي اختراع طعمها حلو جدا جدا، قد كده السمسم مغذي قد كده. انا دايما بوصيكم بالسمسم لفوائده الجميله. وبس كده، قبل ما نيجي نتسحر هنحط المج دوت في الفرن ربع ساعه بس، ويطلع سخن جميل وشهي نقدر ناكله ونتبسط. هنفضل شبعانين طول اليوم ومن غير ما نتخن. هناكل المج ده الابيض ده وحمصته في طاسه على النار من غير اي دهون ولا اي حاجه، طاسه فاضيه، طاسه تيفال، لحد ما بياخد معايا اللون ده. ليه انا بعمله بالشكل ده؟ اللي بخليه بني كده عشان دوت بيبقى بيسكر بعد ما بيتعمل كده، بحس ان طعمه مسكر اكتر، بيخلي الكوكونات بتاعي او الجوز الهند بتاعي بيبقى مسكر اكتر وطعمه بيبقى جميل جدا، مدي على طعم البسبوسه كده من غير طبعا اي حاجه خالص. عندي 3 بيضات صغيرين او بيضتين كبار، عندي الفانيليا السائله او الفانيليا عاديه خالص، وعندي بقى البطل بتاعي هو الشوفان. هحتاج 3 كوبايات من الشوفان، هحتاج رشه ملح، هحتاج معلقتين صغيرين من بيكنج باودر، وهي دي المقادير بتاعتي. الوصفه ما فيهاش سكر زي ما احنا شايفين، حاطه فيها البلح وحاطه فيها اللي هو الكوكونات او جوز الهند المتحمص. دوت كده هعمل خليط دوت اللي هو يعتبر بيض بالشوفان بس حلو، وهعمل بقى معاه التوبنج بتاعه على وشه، واحط اي حاجه عندك انت حباها، حابه تحطي بلح تاني، حابه تحطي اي نوع مكسرات. انا عندي هنا حاطه عين الجمل، او لو عندك شوكولاته فرماسيلي زي كده اللي هي الشوكولاته اللي بتتباع دي، شوكولاته كده عندي، او الكوكونات برضو او جوز الهند، بس المره دي هيبقى مش متحمص. على فكره الوجبه دي شكلها حلو جدا جدا، عايزه اقول لكم على الفكره بس بتاعتها عشان توصل لكم قبل ما نعمل. انا مجهزه هنا كده عندي، عارفين اللي هي القوالب، الورق دي بقت تتباع دلوقتي في كل حته، القوالب دي حلوه جدا جدا. انا مش هحتاج اي صينيه كب كيك ولا حاجه، انا هخبزه في القالب ده هيطلع لي زي كيك كده، طعمه حلو جدا جدا على الفطار، وطبعا من غير اي عيش ولا اي حاجه. كل واحد هياخد واحده من دي جنب كوبايه هو بيحبها من مثلا نسكافيه، قهوه، شاي بلبن، كل واحد اللي بيحب حاجه يقدر يشربها، وتبقى وجبه فطور حلوه جدا ومشبعه لذيذه وتغيير فطور 5 نجوم. تعالوا نشوف هنجهز ازاي مع بعض. كل اللي هحتاجه عندي خطوات سهله جدا جدا. هجهز بس الاول بتاعي الايه، التمر بتاعي علشان يبقى بوريه كده استعمله. كل اللي هحتاجه بس خلاط، واحط فيه 7 تمرات مع كوبايه الميه السخنه او كوبايه الميه المغليه. ادي الخلاط بتاعي، هحط فيه كوبايه الميه المغليه واحط فيه 7 تمرات.
واخلط الخلاط لحد ما يبقى بوريه. خلاص كده اتخلط بقى شكله كده، الميه بالايه بالتمر. اجيب بقى بوله كبيره عشان هخلط فيها كل المكونات مع بعضها، هحط فيها الميه بالتمر اللي انا عملتها، واحط فيها بقى كل المقادير على بعض. هحط فيها كوبايه اللبن، واحط فيها الثلاث بيضات هكسرهم وارجع لكم. حطيت بقى الثلاث بيضات بتوعي اهم، برضو لسه مش هقلب، هقلب في الاخر. ابتدي بقى احط الايه الجوز الهند اللي احنا قلنا عليه اللي هو المتحمص بتاعي اهو، نص كوبايه، واحط معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، معلقه تانيه، وطبعا اوعى انسى خالص رشه الملح. ادي رشه الملح، وطبعا الفانيليا بتاعتي سواء كانت سائلة او بودرة لازم رشة الفانيليا عشان البيض. وابتدي بقى احط اخر مكون معايا اللي هو 3 كوبايات من الشوفان، ادي واحد، ادي اتنين، وادي تلاتة، وهقلب بقى الخليط دوت كده، هقلبه كده. وعشان انا بحب طعم القرفه جدا في الحاجات اللي هي بتبقى المخبوزات دي، هحط حوالي نص معلقه صغيره من القرفه، طبعا دي اختياري كل واحد اللي حابب يعمل اي طعم فيها. نقدر نحط فيها نص معلقه نسكافيه فتبقى طعم القهوه. الوصفه دي حلوه جدا جدا، هتعجبكم بامانه، ريحتها من دلوقتي جميله قوي. وخلاص كده انا جهزتها، ابتدي بقى احطها عندي في القوالب الورق دي زي ما قلت، القوالب دي ولا هتحتاج ندهنها ولا هنحتاج نعمل اي حاجه، هناكلها ونرميها، مفيش اسهل من كده بصراحه. اكله كده اليوم اجازه او يوم تكوني انت عايزه تدلعي في نفسك كده تعملي الاكله دي. طبعا الاكله دي برضو مش هتزود الوزن زي ما قلنا، طبعا هي يعني عشان انا احط التوبنج بتاعي اقدر بقى اتحكم زي ما انا عايز. لو انا وزني ومش عايز ازود وزني اقدر اقلل من المكسرات والشوكولاته والحاجات دي، لان هي دي اللي هتزود الوزن. اما الوصفه الاساسيه فهي مش هتزود الوزن. لو انا عندي اطفال وعايز بقى ازود لهم وزنهم اقدر احط انواع مكسرات. اقدر ابتدي بقى احط حوالي معلقتين من الخليط ده في كل واحده، هي مش هتعلى معايا، مش هتعلى قوي، هي بس البيكنج باودر هيخليها مش مكتومه زي ما احنا شايفين كده. اعمل المقدار كله واوريكم بعد كده هحط التوبينج ازاي. كده زي ما انتم شايفين انا عملت المقدار كله، المقدار كله 3 كوبايات شوفان، عملوا معايا 15 واحده من دول، طبعا هايل قوي زي ما انتم شايفين كده. ده لسه مش هيخش الفرن على كده، ده لسه هيتحط له توبينج. فكرت معاكم دلوقتي للي حابب مش ما يزودش وزنه ومش حابب يحط مكسرات او بلح او شوكولاته او كوكونات يعمل ايه. لو احنا عندنا مثلا خوخ زي كده، ده ممكن يتقطع يتحط على وشه، هعمل معاكم كده مقدار واوريكم ازاي. الخوخ ده لما بيخش الفرن بيسكر جدا وبيكرمل، بيبقى طعمه جميل قوي في الحاجات دي زي التارت اللي بيبقى فيه الخوخ والحاجات دي. هوريكم دلوقتي هقطعه شرايح واجيلكم. نسيت اقول لكم الفرن لازم يكون شغال قبلها بربع ساعة، هنعمله على درجة حرارة متوسطة او درجة حرارة 200، هيقعد في الفرن نص ساعة وهيطلع سخن وطعمه جميل. هيقعد نص ساعة بس في الفرن. ده الخوخ اللي انا قطعته، قطعت بس نص خوخية كفاية، فهوريكم ازاي هيتحط كده على الوش لو. ولما يخش الفرن بقى ده هيطرى وهيسكر جدا، يبقى عامل طعم جميل قوي. اللي حابب ما يزودش وزنه، وزنه كده مش هيزيد بالطريقه دي. انا بتحايل على حاجه، مش عايزاكم ابدا تبقوا عندكم حرمان من اي حاجه، كل حاجه نقدر ناكلها زي ما انتم شايفين كده. ده طعمه بيبقى عامل زي الطرت، طعمه احلى كمان من الطرت. ابتدي بقى احط في الحاجات التانية، مثلا هنا عين جمل، ده كان عندي كده، ده بلح باللوز، فانا هحطه كده زي ما انتم شايفين، هحط شويه كده. وكل واحد بقى لما يجي ياكل يختار النكهه اللي هو بيحبها،
عشان الاطفال هحط شويه شوكولاته اللي هي ديت الفرماسيلي دي زي ما انتم شايفين كده. تشكيله حلوه جدا جدا، كمان فطور مغذي، وبقى كفايه بقى الفطور التقليدي اللي ايه اللي بيزهق، واطفالنا يبقوا مش عايزين يفطروا يصحوا الصبح. وزي ما احنا شايفين خلاص كده الصينيه بتاعتي بقت جاهزه ان هي تخش الفرن، شكله شهي من دلوقتي. هو هياخد بس نص ساعه زي ما قلت لكم، وادي التوبينج بتاعي ما خلصتوش، يعني حطيت كميه بسيطه قوي من الشوكولاته والمكسرات، كميه بسيطه جدا ما بيحتاجش كميه كبيره. تعالوا بقى نحطه، وبعد نص ساعه اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. والناس اللي بتحب تفطر على حاجة حادقة هتحب جدا برضو الفطور ده. انصحكم ان انتوا تجربوا الوصفة دي وتشوفوا الفيديو لحد النهاية. فطوري هو اكيد جرانولا، جرانولا بس حادقة، عبارة عن خلطة من الشوفان والمكسرات، طعمها بيبقى حلو جدا جدا، فطور بيدي طاقة، طعمه لذيذ، انا عن نفسي بعشقه، لازم لازم افطره بانتظام. الوصفة دي كنت دايما اكلها في المانيا، بس كنت باكل الجرانولا الحلوة، فكرت ازاي اعمل جرانولا حادقة وعملت لها تتبيلة وحاجة حلوة جدا. كل اللي هحتاجه كوبايتين من الشوفان وشوية لوز وسمسم، واهم حاجة بقى عندي البابريكا والثوم البودر وشوية شطة. هحتاج ربع كوباية من زيت الزيتون وطبعا الملح. هجيب بولة كبيرة هحط فيها كوبايتين الشوفان، الثوم البودر، البابريكا والشطة، طبعا الشطة على حسب الرغبة، نص كوباية من السمسم، ربع كوباية من اللوز وانا مقطعاه كده شوية، وشوية ملح زي ما اتفقنا ان هي حادقة. الحاجات دي بقى لما بتتحمص تعمل طعم جميل جدا. هحط عليها ربع كوباية من زيت الزيتون، شوية كده من العسل الاسمر الحلو مع الحادق ده جميل جدا جدا، وهقلب. وكل اللي هحتاجه صينية تخش الفرن، واحط عليها ورق شمع، واحط الخلطة بتاعتي بتاعت الجرانولا دي عشان تتحمص. اوعدكم الوصفة دي تعجبكم جدا، اللي هيجربها مرة هيعملها على طول. ونقلب بقى كده، هتقعد في الفرن حوالي 20 دقيقة، بعد 10 دقايق نقلب وكده خلاص الجرانولا استوت بعد 20 دقيقة في الفرن. بعد ما تبرد تماما ابتدي احطها في برطمان. لو حابه بقى اكلها مع الزبادي بجيب كوبايه احط فيها شويه زبادي، عامله زي البارفيه كده، وشويه من الجرانولا قد كده مع الزبادي. وجبه مغذيه جدا جدا وبتشبع، يعني انت ممكن تجهزي البطرمان دوت يبقى موجود عندك في المطبخ عادي من غير تلاجة، والزبادي في التلاجة، وقت ما تبقي حابه تاخدي معلقتين، هيبقى فطور شهي جدا، طعمه جميل، مغذي جدا جدا. ان شاء الله في وقت تاني هنبقى نعمل الجرانولا الحلوه مع بعض، عشان اللي بيحبه اللي بيحب ياكل حاجات. السلام عليكم ورحمه الله، النهارده هنعمل كوكيز الشوفان بزبده الفول السوداني، طعمه حلو جدا جدا، وتصدقوا ان هو صحي طعمه لذيذ. تعالوا نشوف مع بعض عملت ازاي، مقادير تكون سهلة تقدري تحفظيها وتعمليه من غير ولا مضرب ولا خلاط ولا عجان، وانتي واقفة في المطبخ كده تعمليه بمنتهى السهولة. خلينا ندوقه الاول. يامي، طعمه جميل جدا، واحدة مش كفاية، بجد بجد لازم تجربوه. يلا بينا على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي. انا عملت المقادير سهلة جدا، يعني 2 2 2، يعني ايه؟ يعني مستين معاهم كوبايتين من الشوفان، معاهم معلقتين من العسل الابيض، ومعلقتين من زبدة الفول السوداني، وهحتاج كمان رشة فانيليا، رشة قرفة، ورشة بيكنج باودر، ورشة ملح. شايفين المقادير سهلة ازاي؟ لو عندك موزة واحدة يبقى موزة عليها كوباية واحدة من الشوفان، عليها معلقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض، ومعلقة واحدة كبيرة من زبدة الفول السوداني. وتعالي يلا نقشر الموز ده. الموز ده مستوي، وده هيديني سكر زيادة في الوصفة من غير ما اضيف أي سكر، زي ما انتوا شايفين ان الكوكيز بتاعي مفيهوش سكر. حطيت الموزتين وعليهم رشة القرفة، وكمان هحط عليهم رشة فانيليا ورشة ملح اللي بتظهر طعم المسكرة، وابتدي بالهراسة اهرسهم او بالشوكة. وكده بعد ما هرستهم
ابتدي احط معلقتين من العسل الابيض، معلقتين كبار، هحط معلقتين كبار من زبدة الفول السوداني، وانا مستعملة هنا زبدة فول السوداني الخشنة، تبقى جميلة جدا، احلى بكتير من الناعمة عشان طعم الفول السوداني فيها محمص. واللي ما عندوش زبدة الفول السوداني يقدر يجيب معلقتين كبار من السوداني العادي ويحمصه ويطحنهم في الخلاط لحد ما يتحول معاه لزبدة زي كده. احط بقى كوبايتين من الشوفان وخلاص كده الوصفة فعلا انتهت، ما فيهاش بس غير تقليبة واحدة بالمعلقة بشكل يدوي كده بسيط قوي. اظن مفيش حلويات اسهل من كده تقدري تعمليه وانت واقفة من غير ما تتعبي خالص. كده خلاص كل المكونات اتمزجت معايا كويس. عايزة احط عليه شوكولاتة عشان يبقى زي شكل الكوكيز اللي متعرف عليه، اللي هو بيبقى بقطع الشوكولاتة. فجبت دارك شوكليت او شوكولاتة مطبخ عادية وقطعتها صغير وابتدي احطها عليه. طبعا الشوكولاتة اختياري، بس فعلا طعم الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني روعة. اجيب صينية خبز واحط عليها ورقة الشمع وابتدي اشكله بشكل بسيط قوي، والشكل اللي انا هشكله بيه هو اللي هيفضل بيه ويطلع بيه بالفرن، يعني مش هيزيد حجمه ولا اي حاجة. ابتدي اعمله الشكل المتعارف بتاع الكوكيز، وزي ما انتوا شايفين سهل جدا جدا. وكده خلاص بعد ما عملت المقدار كله اكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، هسيبه في الفرن حوالي تلت ساعة، مش هيحتاج اكتر من كده، هيبقى مقرمش من بره ولذيذ جدا من جوه، طعمه حلو قوي. الوصفة ناجحة جدا، جربوا بنفسكم. وده حجم الطبق اللي انا هملاه لكم اكل وهتخسوا عليه. وتعالوا نشوف، هنجيب عندنا تفاحة، تفاحة خضراء او تفاحة حمراء. تفاح طبعا الاخضر فيه نسبة سكر اقل، بس ما فيش مشكلة لو مش عندك اي نوع تفاح. وهنقطعه سلايس، وكده قطعناه. تحبي تغمسي؟ ده الغموس بتاعك التفاح. تعالي بقى نشوف هنغمس بايه. هنجيب كوباية زبادي ونحطها هنا، وعليها معلقة صغيرة عسل ابيض، ومعلقة كبيرة من الكنز بتاعنا اللي هو الشوفان. عندنا دي زبدة الفول السوداني البينات بتر. هتجيبي البطرمان ده هيقعد معاكي كتير جدا، احنا هنستعمل منه معلقة صغيرة، هيعمل طعم جميل جدا 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 للايه؟ للغموس ده. انا عندي هنا البينات بتر ديت بتاعتي اللي هي الخشنة، احلى بكتير من اللي هي الناعمة، عشان كده فيها حبوب الفول السوداني موجودة فيها كده مش مطحونة. هنحط المعلقة ديت وقلبي بقى. مش قادرة اقول لكم قد ايه طعمها في منتهى منتهى الجميل. اي حد هيدوقها هتعجبه جدا. هتغمسي التفاح بالايه باللي احنا عم نوريكم ازاي تحولوا اي جبنة عندك، جبنة تلاجة، جبنة قريش، جبنة فيتا، اي جبنة كده، لجبنة كوبايات من غير ما تضيف ليها اي دهون زيادة. طريقة سهلة جدا وبخطوة واحدة اهو. تقدر يبقى عندك ظريفة جدا على الفطار في منتهى الجمال اهو. قدرت احشي بيها طماطمية، قوامها كريمي من غير ما ازود اي دهون. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. هنبدأ بسم الله. عندي كده جبنة فيتا او جبنة ليه ملح خفيف، المهم ان هي تبقى جبنة مش كريمي كده. ازاي هحولها لجبنة كريمة؟ احتاج عندي لحوالي تقريبا نص كوباية او تلات اربع كوباية مية، مكعب واحد بس جبنة اي نوع جبنة مثلثات، وخلاط. هبتدي اقطع الجبنة دي صغير عشان احطها في الخلاط. وزي ما انتوا شايفين عندي قالب الجبنة اهو ماسك نفسه. هبتدي بقى احط المية في الخلاط واحط الجبنة عليها اهو، واحط كمان الجبنة المثلثات دي معاها كده، واخلط الخلاط كده. شكلها اهو بعد ما ضربت في الخلاط
هجيب عندي اي كوبايات، اي كوبايه قديمه، دي كانت برضو بتاع الجبنه الكوبايات. هبتدي املاها بقى من الجبنه اللي انا عملتها دلوقتي. اهو ده قوامها في منتهى الجمال، اهو اقدر اكل منها عادي جدا في الدايت، مفيش اي مشاكل، مضفتش ليها دهون زياده. هنبدا بسم الله. اول حاجه عايزه اوريكم فول الصويا ده، ده شكله اول ما جه هو ناشف كده، وده نقعته يوم بحاله في ميه وغيرت الميه عليه، طبعا نفش، ده كانت كوبايه زادت اهو. حابه اقول لكم ليه انا اخترت فول الصويا بالذات، لان اعمل بيه الطعميه بتاعتنا. اقول لكم على بعض الفوائد بتاعته. هو بيحتوي على كل الاحماض الامينيه الاساسيه لصنع البروتين، فهو مصدر هايل للبروتين، بيحتوي على بروتين كامل. تاني حاجه هو بيقلل نسبه الكوليسترول، بيساعد على عدم تصلب الشرايين، يساعد على بقاء الاوعيه الدمويه بحاله جيده، وبينشط جهاز المناعه. مفيد جدا يا جماعه، بنحاول ندخله في اكلنا، وده صنف جميل جدا نقدر ايه نعمله بسهوله. عندي هنا كوبايه من فول الصويا المنقوع، فبالتالي هي زادت تقريبا بقت ايه كوبايتين. بحب استعمل قوي في الطعميه كزبره خضراء، دي كده بعد العيدان اللي عندي بعد ما عملت السلطه بقت عندي، او ممكن تستعملي الاوراق على طول زي ما انت حابه. دي بصلايه كامله، دول 3 فصوص ثوم، ودول فلفله كبيره خضراء او فلفلتين. ده انا هعملها من غير اي توابل ولا اي حاجه، هعمل العجينه الاساسيه بشويه ملح، هعمل العجينه الاساسيه وبعدين هبقى اتبلها قبل ما ايه ما اسويها، هوريكم ازاي. عندي هنا كوبايه ميه، نستعمل الخلاط، كوبايه ميه في الخلاط، وهنزل عليها بفول الصويا. اهو الطحن بالشكل ده. ابتدي بقى احط المكونات التانية، دي الفلفل والثوم والبصل والكزبرة الخضراء عليه. طبعا احنا حطينا كوباية مية في الاول، وده ممكن يخلي الخليط بتاعنا سائل شوية، بس احنا حطينا كوباية المية عشان نسهل على نفسنا الخلط. فاحنا لو لقينا ان فيها ميه كتير بسرعه. انا عملت ايه، جبت مصفه قلت اصفي شويه من الميه بتاعتها عشان تبقى متماسكه. اهو بصوا نزلت ميه قد ايه، اهو الميه دي مش هنرميها، نحطها في الفريزر، والمره الجايه بدل ما نحط كوبايه ميه من الحنفيه لا ناخد الميه دي، لان الميه دي مليانه فيتامينات. كده وفي اقل من 10 دقائق عملت عجينه طعميه. ليه عملتها بسهوله؟ عشان عملتها في الخلاط وسهلت على نفسي، حطيت ميه عشان الخلاط يمشي بسرعه. العجينه دي روعه جميله جدا صراحه، يعني احلى طعميه في العيله عندنا هي طعميه مامتي، ربنا يديها الصحه. احنا بس يعني كده يا دوب بس ايه على قدنا اهو. والميه بتاعتها اهي مش هرميها، هحطها في الفريزر، والمره الجايه بدل كوبايه الميه اللي انا هحطها في الخلاط هحط الميه دي. اللي حابب بقى يشوف طريقه الطعميه اللي من غير قلب كده تقدر تقليها عادي، اللي حابب يقليها يقليها، واللي مش حابب صحي جدا وسهل تقدري تعمليه، تفطري بيه، تفطري كوكيز في الرجيم. هنشوف الطريقه مع بعض. نبدا بسم الله مقادير الكوكيز بتاعتنا. عندي هنا مستين صغيرين مستويين، اللي عليه النقط البنيه ده بيبقى مسكر اكتر عشان يعوضني عن السكر اللي انا مش هحطه. عندي كوباية جزر مبروش كده، عندي كوباية شوفان اللي هو الكامل، وعندي معلقة صغيرة قرفة مطحونة اهي، وعندي ده اسمه ينسون النجمة، مش مطحون انا هطحنه دلوقتي، بس انا كنت حابة اوريه لكم الاول. ده بيعمل طعم جميل جدا. لو ما عندكيش ممكن تحطي معلقة صغيرة ينسون عايزي تطحنيه. وهنا معلقة كبيرة حوالي 10 حبات لوز وفانيليا، وطبعا عندي هحلي احط شويه عسل اهي. المقادير اهي كلها حاجات كويسه وصحيه للجسم. تخيل انت تدخلي كل كميه الحاجات ديت على الفطار الصبح. هنشوف الطريقه. هنا اهو شكل اليانسون النجمه لما اتطحن، وهنا
برضو طحنت شوية اللوز كده برشته عشان يندمج معايا في الكوكيز بتاعي. هجيب طبق واقشر المستين واحطهم هنا. هحط على المستين دول معلقتين عسل ابيض كبار. هحط الفانيليا وهحط التوابل بتاعتي. ادي معلقة القرفة وادي معلقة اليانسون النجمة. ممكن كمان تحطوا قرنفل، ممكن تحطوا جنزبيل بودر، بس انا مش عندي. ونهرس الكلام ده خالص كده. الموز عندي هيعمل عمل الزبدة، اكن دي الزبدة بتاعتي، فهرسها الاول. هبتدي احط بقى بقية المقادير. الجزر اهو، الجزر ونقلبه وبعدين نحط اللوز اللي هو مجروش شوية، ونحط الشوفان كمان. ونسيت اقول في الاول اللي احنا محتاجين نص معلقة بيكنج باودر، هنحطها وهنقلب. كده بعد ما قلبنا الخليط على بعضه، كل اللي نحتاجه صينية تخش الفرن وعليها ورقة الشمع او ورقة زبدة زي ما بتحبوا، وهنكور الكلام ده وهنحطه في الصينية. انا فاتحة الفرن بتاعي على 180 بقالي 10 دقايق عشان ادخله على فرن سخن. هياخد في الفرن حوالي 3 ساعة ونشوف مع بعض. المقدار ده عمل لي 18 واحدة اهو. هندخله بقى الفرن دلوقتي. ده شكله وهو جوه الفرن كده اهو، ريحته جميلة جدا. وانا مجهزة معاه الكابتشينو. اللي لسه ما شافش الفيديو بتاع الكابتشينو، الكابتشينو ده روعة بجد. ازاي تعملي الكابتشينو ولا خلاط ولا اي حاجه تحتاجيها تقدري تعمليه في ثواني؟ ازاي؟ كل اللي هتعمليه، هتجيبي نص كوبايه ميه ونص كوبايه لبن، ولو عايزه اللبن كله براحتك، وتغليهم في الكنك على النار، خليهم يغلوا. بعد كده هتجيبي النسكافيه بتاعك، شوفي المقدار اللي انت بتحبيه، تحطيه في الكوبايه كده، وتحطي من خليط اللبن والميه او اللبن بس زي ما انت عايزه كده عليه. لما كده عادي. فين بقى الوش؟ فين الرغوه بتاعه الكابتشينو؟ السر كله في حاجه بسيطه جدا، ايس كريم. عندك ايس كريم في الفريزر، طلعي كده منه مكعبه كده الصبح عادي، تحطيها على الايه، نسكافيه كده، هتلاقي بقى الايس كريم ده ساح وعمل وش في منتهى الجمال ورغوه جميله في منتهى الجمال. سيبيه بس كده ثواني، حتى النسكافيه ده هيبرده وخليكي تقدري تشربيه على طول، تستمتعي بطعمه جميل جدا. حطي كده الكاكاو، ارشي